شكرا الأهل والأحباب في الديوم والجمهور الكريم عبر الإذاعة السودانية على امتداد أثيرة. نبذة ذاتية عن وسيرة لفرقة الديوم للغناء والموسيقى المعروفة بفرقة جاز الديوم. الحقيقة الفرقة يا أستاذنا تأسست في العام 1965، أربع عقود وزيادة الآن. أسس الراحل المقيم عمر عبدو عليه الرحمة، ومعه كان عبد القاني عبد الفطيل، صلاح عبد اللطيف، الخير بابكر، موسى عيسى، محمد ود الدين، احمد عبد القادر، محمد رضوان، عباس محمد ابراهيم، ويوسف بازينجر. دي الاسماء التاريخيه للناس دي اللي كانوا مشاركين في الفرقه في البدايه. نعم، الفرقه شاركت في السبعينات في الثوره الصحيه لجمع المال لوزاره الصحه، واجابت جميع انحاء السودان. وشاركت الفرقة أيضا في الاحتفالات القومية مثل أعياد الاستقلال وأعياد الجيش والحفلات الترفيهية. معروف أنه فرقة جاز الديوم بتمتاز بأن أغانيها كلها باللغة العربية، رغم أنها فرقة جاز وباللغة العربية والأفريقية. الراحل المقيم قائد الفرقة وابن الديوم عمر عبدو توفي في يوم الجمعة 20/5/1983، وهذا تاريخ محفور في ذاكرة كل اهالي الديوم. في حادث حركة في طريق العودة، كان راجعين من حفل زواج في مدينة سنار. الفرقة عادت تكوين مرة اخرى بعد وفاة القائد عمر عبدو بقيادة ابن اخيه الاستاذ الموسيقار العازف ابراهيم حسين عبدو في العام 1984. وشاركت الفرقة مع مجموعة نحن السودان لجمع المال لمنكوبي الجفاف والتصحر في العام 85، وهي عندها يعني مشاركات مشهودة في كل الأعمال القومية. وحازت الفرقة على مجموعة كبيرة من الشهادات التقديرية من الأندية الرياضية والمؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية. شاركت الفرقة في فعاليات مهرجان الخرطوم الدولي للموسيقى في الدورة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. والفرقة عندها عدد من الميداليات الذهبية والشهادات التقديرية، وأيضا درجت سنويا على إقامة حفل بمنطقة الديوم للمتفوقين من تلاميذ وطلاب منطقة الديوم الشرقية، وهذا حفل سنوي. وهذه بعض من تاريخ هذه الفرقة العظيمة. برضك حتكسى معاي هاوي الهوى الهوان.
الهوى هو الهوى هواي هو الهوى هواي هواني هو الهاوي وهواه هو هواي انت سلبت افكاري وافكاري معك يا مناي انت سلبت افكاري وافكاري معك يا مناي طالب رضاك يا راضي ورضاك يرضي رضاي طالب رضاك يا راضي ورضاك يرضي رضاي عيش في دنيا بلاي كل ما أقول الفات وعيش في دنيا بلاي القصي عاد